مساء الخير أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بحضراتكم في أولى حلقات رأي عام لهذا الأسبوع. عندنا مجموعة من الأخبار المحلية والدولية، وهنبدأ من باريس العاصمة الفرنسية التي وصلها الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة ليعقد القمة المصرية الفرنسية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرو غدا الاثنين بإذن الله. يعني واحنا بنتكلم عن النشاط الدبلوماسي للرئيس، شفنا قبل أسبوع تقريبا اتجه جنوبا وقام بزيارة تاريخية إلى جنوب السودان إلى العاصمة جوبا، اليوم يتجه شمالا إلى القارة العجوز كما تسمى أوروبا، إلى إحدى الدول الرئيسية ليس فقط في أوروبا ولكن في العالم أجمع، إلى فرنسا. ما يجمع مصر وفرنسا الكثير، ما يربطهما من روابط عديد جدا، وما تتفق عليه العاصمتان القاهرة وباريس هو أيضا كثير، لا سيما في الملفات الإقليمية، أخص بالذكر طبعا ما يحدث في شرقي المتوسط، الملف الليبي، وطبعا ده غير العلاقات الثنائية التجارية الاقتصادية بين البلدين. أنا هروح لباريس الآن، لكن خلوني قبل ما أروح لموفد تن زميل نشأة الديهي، خلوني أشوف بس الانفوجرافيك ده اللي بيتكلم عن التوافق السياسي بين مصر وفرنسا في مختلف القضايا والأزمات. نشوف هذا الفيديو أو الانفوجرافيك ونروح مباشرة إلى باريس. نروح إلى باريس إلى العاصمة الفرنسية، موجود الآن شايف على الشاشة زميلي نشأت الديهي. مساء الخير نشأت، يمكن وإحنا بنتكلم عن هذه القمة التي ستجمع الرئيسين غدا ماكرون والسيسي في باريس، نتكلم بشكل مبدئي عن جدول الزيارة، لأن إحنا عرفنا أنه النهاردة وبعد وصول الرئيس السيسي إلى باريس بدأت الزيارة وبدأ جدول الزيارة بلقاء مع وزير الخارجية الفرنسي. يعني حدثنا عن البرنامج في الأول يا نشأت. مساء الخير عمرو، مساء الخير كل السادة المشاهدين.
من هنا من العاصمة الفرنسية باريس. يعني هذه تحياتي، وزي ما عمرو بتقول انه الرئيس بدا مباشره فور وصوله في جدول الاعمال المعد سلفا، ولقائه مع وزير الخارجيه الذي انتهى منذ قليل كان عشاء على شرف الرئيس عبد الفتاح السيسي في مقر وزاره الخارجيه الفرنسيه. وتعلم مدى العلاقات الطيبه التي تجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير الخارجيه الفرنسي الذي كان يشغل فيما مضى وزير الدفاع، وهو رجل بيحظى باحترام كافة الدوائر السياسية والدوائر الحزبية داخل العاصمة باريس. من المنتظر غدا أن يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في لقاء القمة المرتقب غدا في قصر الإليزيه، ومباحثات مغلقة ثم مباحثات موسعة بتضم كلا الجانبين، ثم بيتبعها مؤتمر صحفي كما هو المعتاد في قصر الإليزيه. ربما الإليزيه أعلن عن هذه الزيارة وعن التفاصيل، والصحف الفرنسية هنا عمرو بتنقسم ربما بين مؤيد وبين معارض. هنا الصحف الفرنسية التي تهاجم مصر دائما لم نرى أنها تهاجم مصر فقط، إنما تهاجم الكثير من دول العالم، ربما بتهاجم الرئيس ماكرون نفسه. هذه الصحف موجودة، وهذه الصحف تتحدث عن علاقات بين مصر وبين فرنسا، لكنها بتأخذ منحى آخر، منحى بعيد عن الواقع، بعيد عن المنطق، بعيد عن الأحداث، بعيد عن العلاقات السياسية المتزنة بين الدولتين. بتتحدث فقط هذه الصحف عن حقوق الإنسان، وكأن حقوق الإنسان في مصر يعني أزمة، وكأن حقوق الإنسان في مصر بها مشكلة. هناك صحف فرنسية الأكثر اتزانا وهي الأكثرية بتتحدث عن علاقات متوازنة ومتزنة بين مصر وفرنسا على مر التاريخ، تتحدث أيضا عن الدور الإقليمي لمصر الذي يساعد في اتزان المنطقة. بتتحدث الصحف ومراكز البحوث هنا عن أهمية مصر للأمن الأوروبي، لأنه مصر دولة بها 100 مليون نسمة، مصر دولة مفصلية بتقود حرب حقيقية ضد الإرهاب، بتقود حرب حقيقية في مواجهة الهجرة غير الشرعية. مصر لها دور واضح في الأزمة الليبية لا غنى عنه، مصر لها دور واضح في الأزمة السورية، في الأزمة الفلسطينية. بالتالي بينظر إلى مصر أنها جزء ثابت من المعادلة الإقليمية، هكذا بتنظر الإدارة الفرنسية. والصحافة الفرنسية العاقلة كما قلت بتتحدث حول هذا الأمر بهذا المنطق، لكن لا يمكن أن أتجاوز ويعني أتجاهل هذه الصحف الأخرى التي باتت تهاجم بشكل مستمر وتهاجم مصر، ولا تنظر إلى ما يتم في مصر من إنجازات، ولا تنظر إلى ما تم في مصر أيضا في مجال حقوق الإنسان. هنا أتحدث عمرو وأنا يعني تحدثت اليوم مع الكثيرين حول حقوق المرأة في مصر، وكيف حصلت المرأة على ما كان غير متصور خلال الفترة الماضية. مصر الآن بتقود يعني ترفع راية حقوق المرأة من ناحية، وأيضا حقوق الأقليات سواء الأقليات الدينية أو حرية التدين وتمكين الشباب وحقوق الطفل وحقوق المواطن العادي في المأكل، في الملبس، في المشرب، في السكن، في الطرق. يعني أعتقد أنه حقوق الإنسان في التعليم، حقوق الإنسان في الصحة، كل هذا بينظر إليه نظرة شاملة. والحريات، حريات الصحافة لأول مرة في تاريخ مصر بيتم عمل ويتم تدشين هيئات مستقلة غير حكومية كالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، جهات غير حكومية بينظر هنا إليها باحترام شديد، لأن أول مرة بيتم إعادة هيكلة المنظومة الإعلامية في مصر. لا يمكن أن نتجاوز عما تم إنجازه، ولا يمكن أن نتغافل عما تم إنجازه، ولا يمكن أن نترك هؤلاء يتحدثون. يعني للتو عمرو قادم من وقفة يعني تأييدية للمصريين هنا في فرنسا، بيرفعون الأعلام يشيدون بما جرى في مصر، وقفت مع هؤلاء، الجميع بيعرف على قدر كل التفاصيل ماذا يجري في مصر. يعني أعتقد أنه ما يعرفه المواطن المصري المقيم في فرنسا وهم معهم الجنسية الفرنسية أكثر مما يعرفه المصريين داخل مصر. طب نشأت يعني إلى جانب ذلك، كان هناك يعني تصريحات للسفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة النهاردة، قال أنه يعني هناك قضايا إقليمية ستكون طبعا على جدول قمة السيسي ماكرون،
الوضع في شرق المتوسط، البناء والتعاون ونبذ التوترات، الاستغلال الأمثل لثروات المنطقة لصالح شعوبها. وقال أيضا أنه وجود شبه تطابق في مواقف البلدين من رفض التدخل الخارجي ورفض التعامل مع الميليشيات ونقل المقاتلين الأجانب من العراق وسوريا إلى ليبيا. يعني أنا استوقفني يعني نشأت أنه يعني المصطلح اللي قاله السفير بسام راضي، شبه تطابق في مواقف البلدين، كيف أنت تقرأ هذا التصريح؟ يعني ما قام به وما تحدث به السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة بيعكس الملفات المعدة والمجهزة لمناقشة تفاصيلها بين الرئيسين غدا في الإليزيه. القضية الليبية تأتي في المرتبة ربما الأولى، لا يزاحمها إلا قضية شرق المتوسط والتحرشات التركية بدول المنطقة ودول الحوض. بتتطابق كلا وجهات النظر بين مصر وبين فرنسا فيما يخص الأزمة الليبية، ضرورة الوصول إلى حل سياسي بعيدا عن المدافع، اسكات اصوات المدافع في ليبيا خيار مصري فرنسي مشترك، ايضا ضروره تحجيم الاطماع والطموحات التركيه في السيطره على مقدرات المنطقه والعبث في المنطقه في شرق المتوسط ومحاوله الاحتكاك والتحرش بالدول الموجوده داخل سواء اليونان سواء مصر سواء قبرص والاحتلال التركي لقبرص. كل هذا بيشهد تطابق كامل في وجهات النظر بين الدولتين. ايضا يعني كما اعرف عمرو انه القضيه الفلسطينيه بتشهد ايضا تطابق في وجهات النظر، ضروره اقامه دوله فلسطينيه على حدود 67 عاصمتها القدس الشرقيه لا للمستوطنات. كل هذه وجهات نظر متطابقه في كل هذه القضايا. ايضا القضيه السوريه، ضروره وحده الاراضي السوريه، تحجيم الطموحات التركيه للسيطره على شمال سوريا. كل هذه النقاط تصور أنها نقاط فيها تلاقي كبير بين الإدارة المصرية والإدارة الفرنسية، وتشهد العلاقات المصرية الفرنسية خلال الفترة الماضية نضوج شديد نظرا لأنه ما قالته مصر وما قالته فرنسا خلال الفترة الماضية من ضرورة إسكات المدافع في ليبيا ثبت صحة وجهة نظر مصر وفرنسا في هذه القضية. وفي تصوري أيضا أنه هناك مباحثات جارية الآن بين الجانب المصري والجانب الفرنسي من ناحية والقادة والزعماء الليبيين خاصة رئيس البرلمان الليبي، وهناك يعني معلومات متناثرة حول وصول خليفة حفتر إلى باريس خلال الساعات القليلة الماضية القادمة. طيب ده يعني أخبار مهمة، يعني ربما هنتابع معاك نشأت بكرة ما سيتم، لكن خلافا للقمة التي ستجمع الرئيسين السيسي وماكرون هناك أيضا لقاءات يعني في العديد من المؤسسات الفرنسية للرئيس، مش كده؟ زي لقائه مع رئيس مجلس الشيوخ سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وطبعا رئيس الوزراء الفرنسي وعدد من رؤساء الشركات الفرنسية. عمرو يعني ان كنت اسمع يعني لانه في مشكله في الصوت، لكن لقاءات الرئيس مع رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب خلال اليومين القادمين، وزياره الرئيس لمعرض او السلع هنا في مع يعني الصناعات الصغيره، كل هذه الانشطه سوف نتابعها لحظه بلحظه، واتابع معك ومع يعني الاخبار لدينا في القناه لحظه بلحظه. لكن كما تشهد عمرو يعني قبل ان اختم انه باريس تحولت الى مدينه اشباح ربما نتيجه كورونا، وهنا كل المحلات مغلقه والمطاعم مغلقه، ويعني اقف هنا في اشهر شوارع باريس شارع شانزليزيه لا تجد يعني اثرا للماره او اثرا للسياح، الحياة هنا متوقفة تماما وحالة رعب يشهدها الشارع الفرنسي، يعني إغلاق تام في كل من الحياة. وهنا يعني المواطن الفرنسي بيشعر بضيق شديد وبينتظر يعني ربما المنقذ سيكون الاحتفال بأعياد الميلاد، كما ترى خلفي يعني مجموعة من الاحتفالات والأجواء الاحتفالية برأس السنة، لكن إلى الآن الجميع في حالة إغلاق تام. أجد أنه باريس ليست باريس التي كنا نعرفها فيما مضى، إن كنت أسمعك عمرو حتى هذه اللحظة.
شكرا جزيلا زميل العزيز نشأت الديهي موفد تن إلى العاصمة الفرنسية باريس لتغطية القمة التي ستجمع الرئيسين السيسي وماكرون غدا إن شاء الله في قصر الإليزيه في باريس. وهنتابع طبعا مع نشأت بكرة أجواء وأصداء هذه القمة ونشاط النشاط المكثف الذي يقوم به الرئيس في باريس. نروح لخبر آخر، خبر محلي. خلال الساعات القليلة الماضية تداولت المواقع أنباء عن وفاة 5 من الكهنة خلال 24 ساعة، 5 من الكهنة في يعني كنائس مختلفة من الجمهورية بسبب إصابتهم بفيروس كورونا المستجد. علشان كده النهاردة الكنيسة الأرثوذكسية قررت اتخاذ خطوات يعني جديدة لمواجهة تفشي الفيروس في كنائس القاهرة والإسكندرية. أقصد يعني الإجراءات اللي سيتم اتخاذها ستكون في القاهرة والإسكندرية، وده جه في بيان النهاردة أصدرته الكنيسة بعد تزايد أعداد الإصابات والمنتقلين من الأباء الكهنة والشعب. خلوني أروح للقمص بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. أبونا بولس مساء الخير وخالص عزائنا في وفاة الكهنة. النور وشكرا لحضرتك. يعني هذا الخبر تأكد أنهم 5، الرقم صحيح 5 من الكهنة في أي كنائس بيخدموا أبونا؟ في القاهرة والزقازيق وادي إبلي، يعني في مختلف المناطق، يعني على مستوى مصر كلها. يعني ووفاتهم جت في خلال 24 ساعة؟ يعني هو تزامن الحدث انه يكون يعني في خلال يومين يعني. طيب يعني وبناء على ذلك يعني هناك إجراءات سيتم اتخاذها فيما يتعلق بالصلوات، القداسات، يعني الجنائز. وبالفعل قرارات لمدة شهر هتبدأ من بكرة إن شاء الله، من 6 ديسمبر لمدة شهر. والقرارات دي بتتعلق بأي تجمع، يعني مثلا مدارس الأحد اتعلقت بالكامل، يعني ما فيش أي خدمات أو أي أنشطة بكل فئاتها. يعني حاجة تانية الصلوات بتاعت القداسات نفسها ما بقاش في حضور للشعب، وبقى في قداس واحد كل أسبوع بيصليه كهنة الكنيسة، يعني في حدود من 3 لـ 5 كهنة مع 5 شمامسة، يعني عدد الأفراد مش هيزيد عن 10. كمان الحاجة اللي هي المناسبة اللي هي حاضرة دلوقتي بالنسبة للأقباط اللي هي شهر كياه كدوت، ده في صلوات وتسابيح بيبقى التجمعات كبيرة جدا وبتبقى السهرات للصباح. فدي الحقيقة هنا كانت الكنيسة خدت أمر فيها في إن هم يصلوها في البيوت يعني، ويتابعوها من خلال القنوات المسيحية الفضائية، لأن دي بيبقى فيها تجمعات كبيرة جدا وبيبقى فيها صلوات للصبح زي ما قلت لحضرتك، و يعني بيبقى فيها تجمعات يعني عايز اقول ممكن تسبب خطوره يعني. فمن هنا كانت الكنيسه حبت انها يعني تقلل وتحد من اي فرصه لاي خطوره يعني. هذه الاجراءات ابونا يعني هتبقى في القاهره والاسكندريه بس؟ نعم، هتكون في القاهره والاسكندريه بس ولا كل كنائس الجمهوريه؟ القرارات اللي هي نزلت دول اللي هو الثمان قرارات دول ده بالنسبه للقاهره والاسكندريه، لكن بالنسبه للبرشيات الثانيه اللي هي مثلا المحافظات دي هيبقى كل اسقف بتاع المنطقه بيدرس الوضع الصحي بتاع المنطقه بتاعته وعلى ضوءها بياخد القرارات اللي هو عايزها يعني. يعني القداس اللي بيكون اساسي اللي هو يوم الاحد، يعني الاحد الاحد القادم مش هيكون فيه وجود للمصلين يعني؟ لا مفيش للمصلين، لا. فقط يعني الكهنه وخمس شمامسه. وخمس شمامسه فقط. طيب ده لمده شهر بالضبط. صلوات الجنازات، صلوات الجنازات بتبقى على أسرة المتوفي بس، ولو كان كورونا بيبقى في المدافن على طول يعني. طيب المراكز التعليمية التابعة للكنيسة؟ الحقيقة بالنسبة للمراكز دي علشان معظمها بيبقى أونلاين، ويعني دلوقتي بقى في فرصة إن وسائل التواصل الاجتماعي إنها تبقى متوفرة قوي، فبيتاح لي الكلام دوت. لكن لو في مثلا حاجات ورش عمل أو حاجات زي كده مطالب بيها حضور الطلاب، بيبقى
بنسبة 25% بس، يعني يعني مثلا في كل دكة في واحد فقط يعني. هل هناك يعني في الأيام القليلة المقبلة هيكون في أي نشاطات لقداسة البابا توادروس الثاني؟ وعظة قداسة البابا هتبقى يوم الأربعاء بدون جمهور، وتبقى من المقر البابوي، وتبقى الساعة 6:30 على الهواء مباشرة بدون أي حضور. من المقر البابوي في العباسية. بالضبط كده. ويعني بدون أي وعادة هذا يعني بيكون زي درس يعني ديني ولا؟ ده لقاء أسبوعي قداسة البابا كل يوم أربع، بيبقى في يعني في كنيسة الأمبرويس في العباسية، وكان احيانا بيبقى في الكنائس المختلفه بالنسبه للقاهره وعموم الكرازه المرقسيه، لكن عشان موضوع الوباء دوت فقداسه البابا مش يعني هيعملوا من بدون جمهور. نعم، بشكرك شكرا جزيلا للقمص بولس حليم، متحدث باسم الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه. طيب نروح لخبر اخر، خبر يتعلق بالسودان الشقيق. كان في يعني تصريحات تلفزيونية للتلفزيون السوداني أدلى بها وزير الخارجية السوداني المكلف السيد عمر قمر الدين، قال في تصريحاته أنه استخدام القوة في مفاوضات السد، سد النهضة يعني، مرفوض ولا ندعمه. قال كمان أنه بلاده لا تنوي تدويل قضية سد النهضة الآن، وهي مصرة على استكمال طريق المفاوضات. قال أيضا أن الولايات المتحدة كانت وسيط في مفاوضات سد النهضة، والجانب المصري كان أكثر حرصا على استمرار هذه الوساطة. من أيضا التصريحات نفسها قال أن أثيوبيا سوقت عنصر الاتفاقات الاستعمارية لصالحها في مفاوضات سد النهضة، وأكد أن الاتفاقات الاستعمارية تظل ملزمة وستلتزم بها الدول. الوقت ليس في صالحنا باعتبار أن ملء سد النهضة الثاني سيبدأ في الخريف المقبل، وأن القاهرة استطاعت أن تجعل من قضية الأمن المائي قضية أمن قومي. ده وزير الخارجية السوداني. وزير الري السوداني الدكتور ياسر عباس حذر من المرحلة الثانية لملء السد، وأكد ضرورة التوصل لاتفاق ملزم بشأن قواعد وملء وتشغيل السد. دي يعني معظم التصريحات المهمة اللي أدلى بها اثنين من الوزراء الأساسيين في الحكومة السودانية الحالية، وزير الخارجية ووزير الري اللي هو المكلف الأول يمكن بملف سد النهضة. طيب خلوني أروح للأستاذ محمد علي فزاري رئيس تحرير جريدة الخرطوم توداي، الكاتب الصحفي من الخرطوم. مساء الخير يا أستاذ محمد. مساء النور دكتور عمرو ولمشاهدين قناتك المركزية. أستاذ محمد، يعني مش عارف أي إطار يمكن وضع تصريحات وزير الخارجية السيد عمر قمر الدين اللي هو يعني أنه السودان مصر على استكمال طريق المفاوضات. طيب السودان من أسبوعين يعني على لسان وزير الري ياسر عباس أعلن انسحاب السودان من مفاوضات سد النهضة، يعني كيف يمكن أن نفهم ذلك؟ نعم، من الواضح أن السودان كان متحفظ في المفاوضات السابقة حتى قبل انسحاب الوفد السوداني، لأنه يرى أن الطريقة السابقة والمنهجية في التفاوض هي طريقة كانت غير مجدية ولا تحقق افتراقا، وإنما أوصلت الأطراف الثلاث إلى طريق مسدود. فهو يرى أنه ضرورة إعطاء دور أكبر لخبراء الاتحاد الإفريقي، الخبراء الفنيين، بغية الوصول إلى اتفاق كما يسميه وزير الري legal binding agreement، أي اتفاق ملزم وقانوني ومنصف للأطراف. فهو الأمر الذي كانت تتحفظ فيه الجارة إثيوبيا، وربما يعني في المرة الأولى قامت بملء بحيرة السد، وهنالك مخاوف وقلق من أن تتكرر في شهر يوليو من العام المقبل 2021، الأمر الذي دفع الحكومة السودانية متمثلة في وزير الري ووزير الخارجية المكلف لاتخاذ هذه التصريحات المهمة، وهي يعني بمثابة إنذار لجارة إثيوبيا بأن السودانيون لم ينتظرون مفاوضات لا نهائية أو
المفاوضات تستمر إلى الأبد، لابد من وضع حد لمفاوضات صد النهضة ووضع خيارات السودان وأولوياته، باعتبار أن مسألة صد النهضة هي مسألة أمن قومي للسودان. طيب، وأيضا الوزير الخارجية المكلف يعني يقول إنه الاتفاقات الاستعمارية تظل ملزمة وستلتزم بها الدول، هل يعني نقرأ في هذا الكلام رد يعني شديد على محاولات إثيوبيا التنصل من تلك الاتفاقات؟ لا، من الواضح بأن الاتفاقات تمثل جزء من القانون الدولي، سواء كانت الاتفاقات الموقعة في 1929 أو غيرها، هي تظل واحدة من المبادئ اللي استند عليها كل الاتفاقيات اللاحقة، باعتبار أنها كانت اتفاقيات يعني أساسية. الجانب الأفريقي مهما تنصل الجانب الأفريقي، يعني لابد أن يحترم خيارات القانون الدولي ونصوصه، وهو أمر يعني لا حتى الآن لم يصل إلى ما تسميه بالتدويل، أي أن القضية لا زال السودان يتمسك بدور الاتحاد الأفريقي، وهذا الحل يظل في هذا الإطار الأفريقي، لأن الدول الثلاث هي دول تحت مظلة الاتحاد الأفريقي، ويعني استبعد خيار اللجوء إلى أي يعني. طب يعني لماذا يراهن السودان على الاتحاد الأفريقي أستاذ محمد، رغم أنه يعني منذ أن وصل الملف إلى الاتحاد الأفريقي لم يحدث يعني شيء إيجابي في هذه المفاوضات، لماذا يرفض التدويل السودان؟ لأن القضايا الأفريقية عندما تصل إلى منصات المجتمع الدولي تأخذ وقتا طويلا، وربما لم يصل يعني كل القضايا التي رفعت للمجتمع الدولي لم يتم فيها حسم. السودان لديه يعني تجربة فيما يتعلق بمنطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، وأيضا هنالك تسويف وتماطل في المجتمع الدولي، وأيضا هنالك خشية من يعني استخدام الفيتو في حال رفع القضية إلى مجلس الأمن. معلوم بأن يعني الفيتو الصيني والروسي سيظل حاضر في معرض القضية في التصويت، لأنها كل من روسيا والصين ربما تعطل قرارا يدعم السودان، ليس بالضبط دعم لان كلاهما مع دول الملاذع والمصابات، وبالتالي تريد كل من الصين وروسيا تمرير هذا الامر، وبالتالي السودان يعني يرفض تدوير القضيه حتى تستنفذ كل مفهوم الاتحاد الاخير، وهو الامر الذي بعد. مفهوم. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ محمد علي فزاري، رئيس تحرير جريدة الخرطوم توداي من الخرطوم العاصمة السودانية. نأخذ فاصل ونرجع نكمل بقية أخبار. برحب بحضراتكم من جديد في رأي عام، وبنواصل أخبارنا. يمكن طبعا يعني دي في البداية يعني فرصة ان احنا نهنئ النادي الاهلي، نهنئ جماهير النادي الاهلي بفوز الاهلي امس على طلائع الجيش وحصوله على كأس مصر في مباراة مثيرة بضربات الجزاء الترجيحية، المرة 37 اللي بيحصل فيها الاهلي على هذه الكأس. طبعا الاسبوع الماضي كان فوز الأهلي ببطولة أبطال أفريقيا بعد فوزه على زمالك 2-1، وطبعا هذه هي البطولة الأهم، البطولة الأفريقية، طلعت الجماهير الأهلاوية في كل مكان يعني بتحتفل بهذا الفوز الكبير في كل مكان، من القاهرة الإسكندرية كل محافظات مصر بما فيها طبعا محافظة إنا، تحديدا نجع حمادي. ليه بتكلم عن نجع حمادي؟ لأنه فيه أسرة بتعاني منذ ذلك اليوم. بتعاني من إيه؟ بتعاني من إن ابنها الصغير أهلاوي طلع مع الناس بيحتفل بفوز النادي الأهلي. الاحتفالات طبعا كانت متنوعة مختلفة. من هذه الاحتفالات كان في ألعاب نارية، جزء من الألعاب النارية دي وقع على هذا الطفل، وطبعا اسمه عبد الرحمن. ومنذ ذلك اليوم ومنذ تلك الساعة وأسرة عبد الرحمن بتعاني، بدأت رحلة علاج، لأنه
الحروق اللي أصيب بها حروق شديدة. و يعني خلينا نعرف التفاصيل كده مع والد الطفل الأستاذ علاء أبو الوفا والد عبد الرحمن. أستاذ علاء مساء الخير. مساء الخير يا فندم. قول لي إيه اللي حصل بالظبط؟ هو اللي حصل زي ما أنت قلت كده حضرتك، هو طلعوا جماهير النادي الأهلي فرحانين منهم طبعاً. عبد الرحمن ابني كان طبعاً متحمس جوي. بحب الأهلي جداً هو. حتى قال لي قبل الماتش قال لي إن شاء الله لو فاز الأهلي مش هخليك تنام يا بابا اليوم ده. فطلع مع العيال والشباب يطلعوا كده فولعوا على العاب ناريه كده وجابوا بنزين وقاعد يعمل دواير. ففي بعض البنزين وقع كده فضرب في الارض واحد قفص عليه راح ضرب في وش عبد الرحمن فاخذ وشه وايديه ورجليه. وبعد كده رحنا مستشفى نجا حماد العام. طبعا ما فيهاش اي حاجه طبعا احنا قلنا على سوايت. فقلت له مش هينفع سوايت طبعا هنخلوه طبعا خاص. فروحنا للدكتور خاص وكان معنا واحد اسمه رفيق دخل معايا الدكتور الخاص وعمل له العلاج كل حاجه. فطبعا كانت تكلفه العلاج عاليه فرحت للنائب فتحي بجنديل الله يبارك له كده حولنا على مستشفى جينا العام. ومن ساعتها يعني احنا قاعدين حتى ما فيش كان مفيش دكتور جه لغايه اليوم ده لغايه النهارده لغايه الساعه دي ما فيش دكتور جه شافه الا طبعا تواصل معانا الناد اسامه الهواري جاب دكاتره الصبح وشافوا عبد الرحمن وقال ان شاء الله خير ما تقلقش لو في اي حاجه عندي. وطبعا الصور اللي انت شفتها والنداءات لنادي الاهلي تواصلوا معانا النادي الاهلي كده ورن عليه كابتن محمد فرايد وكابتن محمد رشوان وكابتن محمد الجرحي قال ان شاء الله هننقله ان شاء الله محمد عبد الرحمن عشان هو ابن النادي الاهلي هنقولوا مستشفى عندنا اسمه الخير كده وهنظبطوه ان شاء الله لغايه ما نرجع تمام ان شاء الله. ان شاء الله كده على بكره كده. طيب يعني درجه الحروق قد ايه؟ يعني الدكاتره بيقولوا هي كانت مكتوبه من الدرجه الاولى للثانيه كانت مكتوبه في نجا حماد 40%. كانت من الدرجه الاولى للثانيه فطبعا مش هينفع سوهاج. طيب بص يا استاذ علاء احنا قبل الهوا زمايلي اتصلوا بمستشفى اهل مصر لعلاج الحروق والحوادث. المستشفى مشكورا ايضا ابدا استعداده لعلاج عبد الرحمن من هذه الاصابات والحروق. ويمكن معايا دلوقتي الدكتور عادل يا جماعه. دكتور عادل معايا؟ ايوه يا فندم مع حضرتك. دكتور عادل احمد المدير التنفيذي لمستشفى اهل مصر. مساء الخير يا دكتور عادل. مساء الفل يا فندم. مساء الفل. اهلا بحضرتك. يعني زمايلي بيقولوا لي انه حضراتكم في المستشفى مستعدين لعلاج عبد الرحمن. والله ده شيء يسعدنا جدا، احنا يعني يهمنا جدا ان كل ضحيه من ضحايا الحروق او اي حد يتعرض لاصابات الحروق يجد مكانا يسعفه. والقصه اللي انا سمعتها من والد عبد الرحمن دلوقتي يمكن خلتني سرحت عشان كده ما ردتش على حضرتك اول مره. هو ده يمكن التحدي اللي احنا بنقابله. ضحايا الحروق في مصر كلها لا يجدون عدد اسره كافيا علشان يلحقهم، وبالتالي هنا بتيجي اهميه مستشفى اهل مصر. المستشفى ديت ان شاء الله هيكون فيها 200 سرير منهم حوالي 50 سرير مخصصين للحروق وهيكون فيها مركز بحث علمي وحاجات كتيره قوي. هدفها مش بس العلاج ولكن هدفها تقديم البحث العلمي وتقديم حلول مختلفه ويعني حمايتنا من ان احنا نستورد الادويه كل شويه وهكذا. الحقيقه برضو انا مش حابب المداخله دي تعدي قبل ما اشكر حضرتك لان القاء الضوء على يعني اصابات الحروق ومصابي الحروق وكذا دي حاجه مهمه جدا لانها رساله مش واصله لكل الناس. لا ده واجبنا يا دكتور عادل. احنا الحقيقه مش هنقدر نشتغل لوحدينا الا لو كان في اعلاميين شرفاء زي حضرتك بيوصلوا الرساله بتاعتنا. الله يخليك. احنا تماما متكفلين ان شاء الله بعلاج ابننا عبد الرحمن علاء ليس فقط من الاكيوت فيز او من اثار الحروق الحديثه اليومين دول ولكن كمان كل ما يستدع ذلك من تاهيل وعمليات تجميل وان شاء الله يرجع زي الاول او اقرب ما يكون باذن الله تعالى. باذن الله احنا يعني متكفلين بيه باذن الله وانا عارف ان ناس من الفريق عندي بيتواصلوا مع اهل عبد الرحمن. تمام. وتم تنسيق نقله غدا ان شاء الله يعني خلاص يعني جبنا له المكان وكل حاجه تمام.
يتبقى نقله بإذن الله تعالى غدا إن شاء الله. بإذن الله. ودي فرصة إن احنا يعني نشكرك ونشكر كل العاملين في مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق والحوادث، ويعني بنحيي فيكم هذه الروح وهذه الرسالة السامية دكتور عادل. الشكر كله لحضرتك يا فندم، وإن شاء الله إحنا بخير طول ما في إعلاميين زي حضرتك بيسلطوا الضوء على هموم هذا الوطن. ربنا يخليك. وأنا بشكر طبعا الأستاذ علاء أبو الوفا والد الطفل عبد الرحمن، وألف سلامة يا أستاذ علاء. وزي ما أنت سمعت دلوقتي الدكتور عادل أحمد، يعني هم بيستعدوا في مستشفى أهل مصر لاستقبال عبد الرحمن، وبإذن الله يبتدي رحلة علاج تكون قصيرة بإذن الله، وربنا يكتب له الشفاء العاجل بإذن الله ونطمن عليه. شكرا جزيلا. طيب خلينا في الصعيد شوية، من نجع حمادي جنوبا إلى المنيا شمالا. يمكن الحادثة اللي أنا هتكلم عنها دلوقتي أثارت حالة من الغضب في مدينة المنيا الجديدة. اللي حصل أنه قامت حملة من الطب البيطري بالقضاء على أو للقضاء على الكلاب الضالة في المدينة، لكن وفقا لروايات الأهالي الحملة استخدمت سم، مادة يعني سمية مش فعالة للتخلص من الكلاب الضالة، سم مغشوش زي ما بيقولوا الأهالي، خلت الكلاب اللي المقصود القضاء عليها تتعذب، تقعد بالخمس ساعات لغاية ما تموت. طبعا يعني أنا مش عارف مدى يعني صحة هذه الروايات، لكنها روايات منتشرة، ومعايا هتكون دلوقتي واحدة من أهالي مدينة المنيا الجديدة. طبعا هذه الصور منتشرة على المواقع دلوقتي للكلاب الضالة بعد التخلص منها بالسم. يمكن الدكتورة يارا جويش معايا دلوقتي. الله حضرتك يا فندم. دكتورة يارا جويش من أهالي مدينة المنيا الجديدة عبر زوم تنضم لي الآن. مساء الخير يا دكتورة يارا. مساء النور، زي حضرتك. هل فيه مبالغة في الكلام اللي بتتناقله المواقع يعني المختلفة، انه فعلا حصل يعني استخدام لمادة سمية مغشوشة خلت الكلاب قبل ما تموت يعني تتعذب لساعات عديدة؟ للأسف هو ما فيش مبالغة، بالعكس يعني هو يمكن الموضوع مش متقال بالخطورة اللي حصلت، لان هو اللي حصل ان هي واحده نزلت شكوى على جروب احنا جرينك في منيا الجديده ان بناتها بيخافوا من او اولادها يعني بيخافوا من الكلاب، وان الكلاب كتيره. بعديها بيوم احنا لقينا حد او يومين لقينا حد منزل ان في حمله مكافحه الكلاب الضاله هتتجه، فيا ريت اللي يعرف مكان كلب عقور يقول على مكانه. فللأسف الناس بدأت تبلغ بدون يعني فهم يعني ايه كلب عقور، وعقور يعني سعران، كلب يعني مصاب بأعراض السعار، بيرغي، عينيه حمراء، بيبقى لوحده، ما بيتحركش في مجموعات. فبدأت الناس ان هي تبلغ ان هم على المناطق اللي فيها كلاب كتير، وهو منطقيا يعني هو لو هم كلاب كتير عمر ما هيبقى كلب فيهم مريض سعار يعني او كلب عقور. طيب وكان منها منطقتنا. اللي حصل ان احنا في المنطقه في الشارع بتاعنا والشارع اللي جنبينا مات اكتر من 12 كلب، دي الحالات اللي انا شفتها بعيني. منهم اربع جراوي وقطه، كان في قطه برضو ماتت كانت حامل، ولدرجة ان السكان اللي كانوا بيأكلوا الكلاب دي وبيأكلوا الجراوي دي كانوا هم اللي بيدفنوا الكلاب اللي ماتت وبيواسوا الام بتاعت الكلاب من اللي حصل في اولادها. فللأسف هم اللي حصل ان الحملة اتجهت بدون اي تحقق من ان الكلاب دي عقور او سعرانة او تحقق من الوقائع، ويمكن الفيسبوك يثبت
ان هو الناس كانت تقول في مجموعة من الكلاب مخيفة علشان هم بيخافوا من الكلاب وما بيعرفوش يتعاملوا معاهم، يروح حد رادد عليهم يقول لهم تم بالفعل التوجه للمنطقة دي وفعلا اعداد الكلاب كانت كبيرة، وده مش مبرر في القانون المصري. يعني احنا من ساعتها بقى عمالين بنعمل سيرش وبندور ازاي نجيب حق الكلاب دي، ولقينا ان هو انتهاك طبعا للمادة 45 من الدستور اللي هي بتنص على الرفق بالحيوان. والاعراض اللي ظهرت على الكلاب منهم الكلبة اللي كانت عندنا في الشارع، انا كنت بعت الفيديو ليها وهي بتموت، احنا دخلناها تموت في بيتنا من كتر ما احنا ما كناش مستحملين اللي بيحصل، وحاولنا ننقذها، والساعة 2 بالليل احنا نازلين في الشوارع وبنروح نصحي الدكاترة البيطريين اللي نعرفهم علشان نحاول ان احنا ننقذها، وللأسف ما عرفناش. فضلت تدخل في تشنجات لمدة 5 ساعات. طيب احنا دكتورة يارا عايز بس اقول لحضرتك واقول للسادة المشاهدين ان احنا تواصلنا مع الدكتور محمد عثمان مدير الطب البيطري في المنيا، وقال انه جاهز انه يدخل معانا يعلق على هذا الموضوع، لكن قبل ما حضرتك تدخلي على الهوى كلمناه تاني او زمايلي كلموه تاني زي ما بيقولولي، قال انه مش جاهز يدخل ومش فاضي دلوقتي. كلمنا المتحدث باسم وزارة الزراعة اللي هي يعني تابعة ليها مديرية الطب البيطري، قال كلموا الدكتور أيمن محروس مسؤول الخدمات البيطرية بالوزارة، لكن للأسف زمايلي بيقولوا لي إن كل تليفونات الدكتور أيمن محروس مغلقة حتى الآن. فيه برضو أخبار بتقول إنه في ثعالب وذئاب يعني بدأت تتجول داخل المدينة، بدأت تصورها فعلا. يعني طبعا لأنه حصل اختلال للنظام البيئي يعني في المنطقة، وخصوصا ان اللي مات ما كانش بس كلاب، لا هو في قطط كمان ماتت، كانت طبعا بتبعد العقارب والحاجات دي والأكل. يعني لسه لحد امبارح لسه جارتنا بتقول لنا ان هي لقت برضو كلب حالة جديدة ماتت امبارح بعد كل اللي حصل ده، وبعد ما الاهالي شالوا الاكل، يعني الاهالي هم اللي كانوا بينزلوا بيشيلوا جثث الكلاب، وهم اللي كانوا بينزلوا بيشيلوا الاكل اللي بكميات مهولة حوالين الزبالة والاماكن اللي بتاكل منها الكلاب. طب هو منطقي ان الهيئة بقى ايا كانت نزلت تبع مين تنزل وتسم اكل، ممكن لو طفل من اطفال الشوارع ولا حاجه راح يقلب في الزباله، حيوانات تانيه تاكل منه ويسيبوا الجثث لتتعفن وتنشر الاوبئه. واحنا الحقيقه ان احنا تواصلنا، حاولنا ان احنا نتواصل مع الجهاز، رحنا نقدم بلاغات في الاسم، وحاولنا ان احنا نتواصل مع الطب البيطري، وزي ما حضرتك تقول كده تفرق دمهم بين القبائل، يعني كل حد بيقول لا ومش ده اللي حصل، بس الاهالي هي يعني احنا اللي شفنا ايه اللي حصل. يعني انتوا عملتوا اللي عليكم، وصلتوا هذا الموضوع وهذه القضيه يعني للراي العام، يعني في انتظار رئيس الجهاز مشكور قال لنا ان هو مستعد ان هو يقعد معانا ونشوف حل للمشكله دي، بس يعني حتى الان ما فيش طبعا اي حاجه جت من جهه او الجهه المسؤوله اللي عملت كده، يعني احنا مش ما فيش اي حاجه للاسف. طيب يعني أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتورة يارا جويش من أهالي مدينة المنيا الجديدة، وياريت يعني دكتور أيمن محروس دكتور محمد عثمان مدير الطب البيطري في المنيا إنهم يعني يقولوا لنا رد على هذا الموضوع، يعني نفسنا نعرف طبعا دعك من الرفق بالحيوان اللي هو يعني كل الأديان السماوية تحرص عليه وتدعو إليه، لكن عايزين نعرف يعني القانون بيقول إيه، الإجراءات المفترض أنها تتخذ بتتم إزاي، هل ما تم ده يعني من وضع السم للكلاب ده هو الإجراء المتبع، ولا يعني كيفية التخلص، هل يجب التخلص من الكلاب الضالة، ولا يجب التخلص من الكلب العقور زي ما قالت الدكتورة يارا اللي هو السعران، يعني دي كلها أسئلة كنا نتمنى أنه السادة المسؤولين اللي أنا ذكرت أساميهم وصفاتهم الآن يعني كانوا يشرحوا للناس إيه اللي المفترض أنه يتم. نروح لموضوع آخر، موضوع حلو شوية، يعني 3 طالبات في كلية الفنون التطبيقية في جامعة بنها ابتكروا ملابس جديدة،
ملابس بتساعد كبار السن والمكفوفين ومرضى الزهايمر على الحياة الكريمة أو على متطلبات الحياة اللي يعني بيفتقدوا إليها وبيفتقدوها. ثلاث طلاب طالبات بكلية الفنون التطبيقية كانت صورهم معانا دلوقتي على الشاشة. هذا الاختراع أو هذا الابتكار يعني يستحق ان احنا نسلط الضوء عليهم علشان نحييهم. اولا معايا الطالبة نرمين فرج، احدى هذه الطالبات. اهلا بيكي نرمين، مساء الخير. مساء النور، اهلا بحضرتك. قولي لي ايه بقى الملابس الذكية اللي انتم يعني ابتكرتوها؟ هي ملابس مدموج فيها تكنولوجيا وسنسورات واجهزة الكترونية بحيث تساعد فئات معينة من المجتمع إنها تقدر تعتمد على نفسها بشكل كامل، أو إن أهلهم يبقوا مطمنين عليهم بدون ما يبقى فيه توتر طول الوقت وقلق طول الوقت وكلام من ده. هم ثلاث قطع، كل قطعة مخصصة لفئة معينة. أول قطعة قطعة المكفوفين، دي قطعة فيها ثلاث خواص. أول خاصية إن فيها رادارين، رادار بيصدر زبزبات والرادار الثاني بيستقبله. الرادار الأول بيصدر زبزبات، اول ما بيصطدم بجسم جسمي قبله بيرجع تاني للرادار التاني ده، بيصدر صوت صغير قوي الشخص الكثيف اللي لابس القطعه يسمعه فيفهم ان قدامه جسم فيبدا ياخد باله. يعني هو حاجه بيقدر يستغنى بيها عن عصايه المكفوفين، لان انا لسه كنت عايز اقول لك يعني زي عصايه المكفوفين بالظبط. بس يعني فئه الشباب من المكفوفين او الكلام ده احيانا ما بيبقاش ده بالنسبه لهم اوبشن مريح قوي. يعني ان انا ابقى ماشي بعصايا او كلام من ده ما بيبقاش حاجه مريحه يعني. ايوه، انما لو كان مثلا في الجاكيت او في القميص بيبقى اسهل، مش كده؟ بالظبط. طب الخاصيه الثانيه يا نرمين. الحاجه الثانيه في القطعه دي ان احنا دايما واحنا ماشيين لنا معدل توازن معين او بالانس معين. لما الجهاز اللي موجود في الجاكيت ده لما البالانس ده بيتغير بشكل كبير، هو متوفر بابلكيشن بيكون مع اهل الشخص الكثيف. تمام. بيقول لهم ان الشخص ده وقع. وبيقول لهم مكانه بالظبط وقع فين، لان الجاكيت برضه مزود بجي بي اس. فاول ما بيحصل خلل كبير قوي في الاتزان بيفهم الجهاز انه ده وقع، الشخص ده وقع، بيبعت لاهله هو وقع ووقع فين بالظبط، فيقدروا يوصلوا له بسهوله لو في لا قدر الله حتى في اي مشكله. جميل جدا. ثالث حاجه في القطعه دي ان الاشخاص المكفوفين معظمهم بيعتمد على نفسه في النزول وفي التعامل وفي شراء اللبس والكلام من ده. فاحنا دايما بطاقات العنايه عندنا في الملابس اللي بيبقى مكتوب فيها مثلا السن، اقصد المقاس، طريقه العنايه، طريقه الغسيل، الكلام ده بتبقى مكتوبة عادي بلغة طبيعي المكفوفين مش هيقدروا يشوفوها. فاحنا كتبنا ده على ظهر الجاكيت ببرايل. هي شكلها بالنسبة لنا احنا كأشخاص عاديين هي تطريزة على ظهر الجاكيت. لكن بالنسبة له هو لما بيمشي ايده عليها بيقدر يقرأ المقاس، اللون، طريقة العناية. جميل جدا. طيب يعني ده مش بس للمكفوفين، لكبار السن، لمرضى؟ لا، دي القطعة الأولى بس، هم ثلاث قطع يعني الثلاث أفكار دول موجودين في قطعة منها. طيب والقطعة اللي هي بتساعد مرضى الزهايمر؟ في قطعة لمرضى كبار السن وقطعة لمرضى الزهايمر. قطعة مرضى الزهايمر دي هي فيها شريحة زي الباركود كده، اسمها شريحة NFC. دي عادي بتبقى ال NFC دي خاصية موجودة على موبايلاتنا، وعادي بنعمل سكان للشريحة دي. الشريحة دي بيكون عليها التاريخ المرضي للشخص كله، بياخد ايه، أدوية ايه، بيتابع مع دكاترة مين، عنده سيولة، عنده ضغط عالي، عنده أي مشاكل صحية، بحيث انه لو حصل له أزمة في أي مكان ما نديلوش دواء غلط، ما نديلوش دواء ما يتناسبش مع حالته المرضية. برضه فيها جي بي اس ومتوصل بابلكيشن مع اهله، لان دايما الازمه الكبيره عندنا مع مرضى الزهايمر ان هم بينزلوا وما بنقدرش نوصل هم فين والكلام ده. نعم. الابلكيشن ده متيح لكل الدكاتره بتوعه ان هم يتواصلوا مع بعض، يعني اي دكتور اداله علاج جديد، حصل اي تطور في حالته المرضيه، بيرفع الحاجات دي على الابلكيشن، فبيقدر باقي الدكاتره
يبقوا شايفين ايه التطور اللي حصل، فما يبقاش هو مضطر يعبر عن نفسه او يقول ايه حصل لي، لان لا. طبيعي هو مريض زهايمر فمش هيقدر يعمل ده. جميل جدا، وانا يعني فعلا منتهز هذه الفرصه وبحييكي وبحيي زميلاتك. يعني ريت شباب يجيبوا لنا صورهم تاني على الشاشه. نرمين فرج احدى الطالبات اللي ابتكروا، طالبات في كليه الفنون التطبيقيه بجامعه بنها، ابتكروا ملابس ذكيه بتساعد فئات هي في أمس الحاجة إلى هذه المساعدة. تحية كبيرة جدا لنرمين فرج وزميلاتها الجميلات دول. طيب هنروح لفاصل. فاصل يا جماعة؟ فاصل ولا مش فاصل؟ طيب من بنها هنروح لكندا، مش هنروح لفاصل، لأنه منذ أيام تم منح العالمة المصرية الدكتورة هدى المراغي وسام الاستحقاق الكندي. ده أرفع وسام مدني في كندا كأحد أبرز علماء الهندسة الصناعية في العالم. نشوف فيديو جرافيك عن هذه العالمة المصرية، وبعده هنروح لفاصل. الأخوة واحدة من أهم العلاقات الإنسانية وأكثرها تعقيداً، علاقة مبنية على الإجبار، ويمكن يكون ده سر عظمتها ونبلها، وده اللي لعبت عليه السينما من البداية. كنت مراتك وروح نوم ومطرحنا وإحنا راح ننوم ونهو. كتر خيرك، الله يخليك ليا. يلا يا شيخ يا أخي، شد حيلك. الأخ في السينما صديق وفي، وهو كمان كاتم الأسرار مهما كان فرق العمر. أنا عيان أوي، والدكاترة بيقولوا إني مش هعيش أكتر من سنة. أحلى ما تعيطش، أنا بكلمك دلوقتي لأنك راجل. ولو كانت أخت ممكن يبوظ الماستر سين علشان يحافظ عليها. تست تاني مرة. محدش في الدنيا حبك قدي، انت ليا لوحدي ملكي. ستوب. مين اللي قال ستوب؟ أنا يا أستاذ. تسمح لي الأخوة في السينما معناها التضحية. هنا مثلا الكل زعلان على أمنة، لكن أمنة كل حزنها كان على أختها. نادي كانت إحنا كلمتني، وين أنا؟ ارتاح ارتاح، ابعد عني ابعد عني ابعد. وهنا حسن بيغير قواعد الطرب،
ويحط قواعد جديدة. مش مهم، كل ده علشان اخواته يعيشوا كويس. أما هنا فالأخين بياخدوا علقة موت خلال مهمة استعادة سناء من فخ السينما. لا 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 أنا مش شايف. الإخوات في السينما ممكن يعملوا من أجسادهم سلم لصعود إخواتهم، المهم حد فيهم يبقى سعيد. ودايما بيواجهوا المشاكل بروح الفريق، وبينحصر عمل الأب في دور المايسترو. وفي كل الأحوال تلاقيهم حاجة كده سكر نباتة، زي ما قالت شادية وشكوك وسمعة. احنا التلاتة سكر نباتة، احنا التلاتة حاجة شربة طاطة، بالإنسانية مش بالنباتة. احنا التلاتة احنا التلاتة احنا التلاتة. ومهما كانت صعوبات الحياة، الأخوات وبالذات لو كانوا بنات بيقدروا يخلقوا جو أسري جميل يخلي بيتهم دايما بيت العز. على بابك عنا بيتنا، لا خضرة وطول ليلة بترفرف على عيلة، لا خضرة وطول ليلة بترفرف على عيلة. يا حليلة يا حليلة من أول عتبتنا يا بيت العز. برحب بحضراتكم من جديد في رأي عام، وزي ما شفنا في تقرير زميلنا هشام سلام احنا هنتكلم عن العلاقة بين الأخوة، بين الأخ وأخوه، بين الأخ وأخته، بين الأخت وأختها. مناسبة الكلام ده يمكن احنا لقينا لها مناسبة كده، انه النهاردة في اليابان في حاجة اسمها عيد الأخت الكبرى. عيد الأخت الكبرى في اليابان رغم انه يعني حدث ما حدش هيهتم بيه هنا في مصر، لكن احنا انطلقنا من هذا الحدث علشان نتكلم بشكل كده موضوعي عن العلاقات الأخوية. زي ما قلنا لحضراتكم، طبعا العلاقات مختلفة بين الأخوة وبعضهم، في العلاقة اللي بيبقى زي النائر ونقير، في العلاقة اللي بيبقى الأخ بيبقى الأنتيم بتاع أخوه وكاتم أسراره، أو الأخت برضو نفس الحكاية، في العلاقة اللي بيبقى الأخ هو المرشد بالنسبة لأخوه الصغير، يوجهه ينصحه يدبر له أموره، يعني أنواع مختلفة من العلاقات. هنفهم برضو من الناحية النفسية يعني تفسير لهذه العلاقات. خلوني أرحب بضيوفي في الاستوديو، سارة سعيد صحفية وكاتبة محتوى، أهلا بك يا سارة. ساندي سعيد أكيد أختها، خريجة أداب فلسفة، أهلا بيكي يا ساندي. وطبعا دكتور محمد حمودة استشاري ومدرس الطب النفسي بطب الأزهر، أهلا بحضرتك دكتور. طيب يعني خليني أبدأ معاكم. النهاردة عيد الأخت الكبرى في اليابان، إحنا مش في اليابان إحنا في مصر، بس عارفينه. بس أنتوا عارفينه بجد؟ عارفينه فعلا؟ أنا من كتر حبي في أخته الكبيرة يعني لازم أهتم بعيد زي ده. أها يعني أنت عارفة أنه النهاردة عيد الأخت الكبرى في اليابان. إيه اللي جاب اليابان لمصر يعني؟ ده بكش الأخت الصغرى. ده بكش الأخت الكبرى. طب قولي لي عن علاقتك، يعني من كتر حبك في سارة بتعتبريها أختك الكبيرة، صديقتك، هي كل حاجة تقريبا. أنتوا عندكم أخوات تانيين؟ إحنا أختين وولد. أها فطبعا علاقتك بسارة أقرب من علاقتي بأخويا. اها اخوكي اكبر منك اصغر؟ هي ساره كده اخويا كده انا. اها تمام. هي الفكره كلها ان علاقتي انا وساره قريبه بسبب ان انا طالعه واخده منها كل الحاجات اللي هي مريت بيها، يعني ساره مدرسه التجارب بتاعتي، هي جربت وانا بقيت اتعلم منها كل حاجه في حياتها بقى كده. مسكينه ساره، انت اكبر واحده يا ساره. هي اللي بتجرب وانا اللي باخد. انا كان نفسي يكون عندي اخ اكبر او اخت كبرى. ما هي ساندي مش تعتبر بس اختي، يعني تعتبر بنتي، يعني هي اتولدت وهي صغيره. بس الاول انا عايزه اشكر حضرتك على حاجه. انا عجبتني الفقره اللي فاتت بتاعه تسليط الضوء على تسميم الحملات بتاعه تسميم الحيوانات. انا شفت المداخله مع حضرتك كانت بتعاني من فكره ان هم ما عرفوش ينقذوها، فانا بس عايزه اقول على حاجه بسيطه عشان الناس لو اتحطت في موقف زي ده يعرفوا يتصرفوا، لان تعذيب الحيوانات حاجه غير ادميه بالمره.
في طريقتين ممكن الناس يعملوها، ان هم يكسروا بيضه نيه في قلب بق الحيوان المسموم، او ان هم يدوبوا شويه ملح مع كوبايه ميه، ده هينقذهم من التسمم، عشان بس الموضوع بيبقى تعذيب ودي حاجه مش ادميه فعلا. طيب نرجع بقى لفندي. شكرا ليكي. طيب خليني طيب يعني اشوف العلاقه من وجهه نظرك انت، انت شايفاها انها مش بس اختك وصديقتك و بنتك ممكن تكون، يعني رغم انه يعني الفرق في السن مش كتير قوي، يعني الفرق بيني وبين ساندي حوالي 7 سنين. تسع سنين كمان. تسع سنين هي مش فاكره. فهي بالنسبه لي بجد طلعت اتولدت كانت صغيره جدا وانا كنت كبيره، فهي عاشت معايا مراحل كتير. يعني انا كنت في الجامعه فهي كانت بتيجي معايا فتعرفت على اصحابي، فساندي كمان طالعه ناضجه اكتر من الناس اللي في سنها، هي استفادت من تجربتها. بالظبط. فهي ده اللي خلاها اتحولت من مجرد اخت صغيره ان هي تبقى صاحبتي. فعلاقتنا بقى اتبلورت من هنا، من فكره ان احنا صحاب مش بس اخوات. جميل جدا. طب دكتور محمد، يعني احنا دايما بنتكلم عن علاقه الاباء بالابناء، يعني نادرا ما بنتكلم عن العلاقه بين الاخوه، العلاقه بين الاخوه، الاخ واخوه، الاخ واخته، الاخت واختها، بتبقى عامله ازاي؟ طيب خلينا الاول نقول انه في اللغه في العربي عندنا كلمه اخ في القاموس معناها هو ما جمعك به بطن او صلب او رضاعه، او هو الصديق. يعني كلمه اخ في اللغه في العربي معناها صديق، يعني مش بس مجرد اخ من الاب او الام او اخ شقيق او اخ من الرضاعه، لا ده الصديق كمان يطلق عليه اخ. فده في اللغه. وخلينا نقول الأسطورة اللي بدأت عليها حكاية 6 ديسمبر اللي في اليابان، هي دي أسطورة قديمة قوي، كانت بتحكي أنه في 3 إخوات بنات، فيهم الأخت الكبرى كانت هي المسؤولة عن الثلاثة لأنه الأب والأم كانوا متوفين، وكانت قررت أنها تبيع نفسها عشان تنقذ إخواتها. وبعدين في شهر ديسمبر ده شهر الاحتفالات بعيد الميلاد، فسانتا كلوز شافها فإداها عملة ذهبية أو حط لها هدية عملة ذهبية، باعتها وبقت غنية وجوزت إخواتها واهتمت بيهم وما اهتمتش بنفسها، وده أساس الأسطورة. عندنا في الإسلام في نموذجين ذكروا في القرآن للأخ، سيدنا هارون وسيدنا موسى وقابيل وهابيل. فالنموذج الأول وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون، فرد عليه قال له قال سنشد عضدك بأخيك. والنموذج الثاني واتلوا عليهم نبأ ابن آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهم ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. فعندنا نوعين من النماذج ما بين الإخوة، واحد بيكره أخوه جدا وبيغير منه، واحد تاني هو سند وظهر لأخوه وبيساعده. الإخوة الأعداء والإخوة الأصدقاء. بالظبط كده. فإحنا العلاقتين دول علاقتين شائكتين جدا، والعلاقتين دول بيكون الأب والأم هم طرف أساسي في تكوينهم بين الإخوات. وبتبدأ العلاقة تتكون من أول ما الأب والأم ياخدوا قرار إن هم يخلفوا طفل تاني، مش من الطفل التاني يتولد، لا من أول بس ما بيبدأوا ياخدوا قرار إنه هيبقى مشاعر الغيرة بقى من الكبير للصغير. ده قبل ما يتولد الطفل التاني حتى، يعني مجرد بس ما يقترحوا الاقتراح إن إحنا إيه رأيك هنجيب لك أخ، فيبدأ بقى حاسس إن في حد هيجي يشاركوا في الأب والأم دول، وهيشاركوا في كل حاجة وهياخد منه اللعب وهيشاركوا في الأوضة وفي السرير. فالأب والأم هنا دورهم مهم قوي، لأن هما ممكن يساعدوا إن العلاقة تبقى علاقة سوية، ممكن يساعدوا إن العلاقة تبقى علاقة مريضة. جميل جدا. ده يخليني أسأل سارة، سارة الكوبا الكبيرة، سارة أنت يعني لما اتولدت ساندي هل كان في نوع من الغيره كده؟ انا ممكن اجاوب على السؤال ده. انت ممكن انت ساره؟ ليه بتزنيني بقى انا 27 سنه بالموضوع ده. هي ساره ما كانتش مبسوطه خالص ان انا جايه بسبب ان يوم ولادتي كان عندها رحله فانا ضيعت الرحله عليها. أوكي. فهي اصلا ساره كرهاني من قبل ما اجي. لا واضح لله بالحوار ده لحد دلوقتي. واضح. لا لا بس لما خاصه من خلال الصور اللي احنا كنا بنعرضها دلوقتي. لا بس لما كبرنا ما كانش فيه الموضوع ده خالص، ويعني بابا وماما عندنا ما فيش فكره التفرقه ما بيننا خالص. حتى اخونا الولد يعني في اسر بتبقى طب الولد اخونا الولد ممكن نقول اسمه رامي. رامي رامي. طب كويس اخيرا اسمه شايف رامي. في يعني اسر الولد عندهم ده حاجه يعني كبيره قوي بيفرقوا بينهم شويه. لا احنا ما كانش عندنا الكلام ده خالص. بس في بقى
ساندي من كتر ما كنت انا حاسه ان انا قريبه منها وان هي بنتي انا مش بنتهم هما، بقيت بطبق عليها بقى نظام تاني خالص. يعني بابايا مثلا كان بيخاف ان انا ايام الجامعه انزل اتدرب، لا بيخاف ان انا اخرج، بيخاف ان انا اجرب حاجات، فكان فيش نوع من الخوف. انا ده ما عملتوش مع ساندي، يعني بقيت انا بحجز عليها كده اللي هو لا عايزه تدربي. ساندي اشتغلت تقريبا من اول سنه في الجامعه، عايزه تجربي حاجه اعمليها. فما كانش فيه بقى اللي هي التحكمات شويه او الخوف بتاع الاهل الزياده اللي ممكن يسبب مشاكل مع في شخصيه الطفل يعني. فساندي انا طب يعني ساندي يعني هل ممكن في حاجات يعني هي هي صديقتك بس لا تقوليها لصديقتك، صديقتك بقى مش لاختك؟ لا انا في حاجات بقولها لاختي ما بتطلعش بره لاي حد. فدي حاجه كده عندي لازما تقوليها لاختك ما تطلعش لاي حد. وبالمناسبه ورغم ان انا الكبيره كمان، ساندي عندي نفس الحكايه. يعني ساندي يعني هي ممكن تكون اصغر مني بسنين كتير، بس فعلا دماغها ناضجه جدا وعندها وعي يخليني اقعد اتناقش معاها في حاجات اكبر من سنها. جميل جدا. طيب دكتور محمد، يعني انا كنت قصد ان انا اتكلم معاهم الاول وبعدين ارجع لك. يعني هم كده اعتبرهم على الشيزلونج دلوقتي. يعني هل فعلا زي ما قالت سارة انه الاب والام ساعدوا انه يطلع هذا النموذج الجميل؟ بالظبط كده، هو ليهم دور طول الوقت زي ما قلنا من اول ما بياخدوا قرار ان هم يخلفوا طفل تاني. فممكن يحسسوا الطفل الاولاني ان احنا هنجيب الطفل ده عشان يسليك وعشان نلعب بيه مع بعض ونغير له هدومه يعني كانه عروسه كده. فاحنا جايبينه عشان خاطرك، وممكن يحس انه لا ده احنا جايبينه عشان هياخد منك حاجات تانيه. فاستقبال الطفل بيفرق كتير، وان انا بحضر الطفل الاول لاستقبال الطفل التاني ده بيفرق في نفسيه الطفل الاول وتقبله. وبعدين للاسف اباء وامهات كتيره بيبداوا يغلطوا غلطات مشهوره قوي بعد ما بتولد الطفل التاني، فيبداوا يهتموا اكتر بالطفل التاني، فده يخلي الطفل الاولاني يبدا يغير ويبدا ساعات كتيره يحصل له نقص لمرحله الطفوله المبكره. فيبدا بعد ما كان بدا يتعلم الحمام يعمل على نفسه عشان عايز مامته تهتم بيه وتغير له البامبرز زي ما بتعمل مع اخوه الكبير الصغير. فهو تراجع وبدا يقلد الاطفال، بعض الاطفال الكبار بيبداوا يتهتهوا كمان عشان يحاول انه يخلي الاب والام ينتبهوا ليه ويهتموا، ودي غلطه كبيره جدا الاب والام بيقعوا فيها. مش بس كده، في مراحل بعد كده بيبداوا مقارنات، فيقارنوا ما بين الطفل الكبير والطفل الصغير. ولو الجنس مختلف يبقى مشكله اكبر، لانه في المجتمعات العربيه بيفضلوا جنس الذكور عن جنس الاناث، فيبقى دايما الولد لو هو كبير كمان يبقى هو كل حاجه، والبنت لو هي الصغيره يبقى هي ملهاش لازمه. وترتيب الاخوه بيفرق جدا في كل حاجه، فالطفل الاكبر ممكن يبقى هو الشخص المسؤول والمعتمد عليه، وممكن يبقى هو الشخص اللي بيتهزق ويتزعق له وهو اللي بيعمل الاعمال المفروض الباقيين مش عايزين يعملوها. مفهوم. طيب خلونا بس نروح كده، احنا عملنا استطلاع للراي صغير، يعني سالنا الناس في الشارع تحب تقول ايه لاختك، نشوف بعض الاجابات. من خلال تين تي في تحب تقول لاختك ايه؟ احب اقول لاختي اللي انت بالنسبه لي الدنيا وما فيها بعد امي. هم الحياه وهم حاجه حلوه في حياتي اصلا، وانا بحبهم كتير كتير. بالنسبه لاختي مثلا اقول لها ان انا فخور بيها ان هي مجتهده ودايما متطلعه انها تبقى في مكان احسن، سواء في دراستها او في تنميه ذاتها. يعني اخويا ربنا يخليه، هو اب لابويا يعني، هو مربيني وربنا يخليه ويبارك فيه، ولو بحبه جدا وبحب اخواتي كلهم قوي. اقول لها كل سنه وانت طيبه وربنا يصلح حالكم جميعا، وبندعي ربنا يوفقكم ويوفق اولادكم. مش هقدر اوفي حقها لان انا ليا اختي الكبيره ربنا يخليها لي، يعني دي في مام والدتي، بوصلها رساله عن طريق حضرتك، بقول لها ام ابراهيم يا غاليه كل سنه وحضرتك طيبه وربنا يطمنا عليك ودايما اشوفك في احسن حال يا رب. اقول لها ربنا يكرمك في ولادك وربنا يجاوبك عليهم وربنا يديك الصحه وتفرحي بيهم ان شاء الله كده هوت، وربنا يكرمنا جميعا. لا كل سنه وانت طيبه وربنا يسعدك ويهنيك ان شاء الله ويحفظك كمان وكمان. اخوي بتمنى له التوفيق ان شاء الله، ربنا يوفقه برضه كمان وكمان، واتمنى له حياه عمليه موفقه. احب اقول لاختي ان انا يعني مبسوط جدا ان هي اختي وبتساعدني في كل حاجه، وبحب اقول لها ان انا بحبك جدا.
طيب ارجع لضيوفي بعد ما شفنا يعني الرسائل القصيره اللي وجهها بعض الاخوه لاخواتهم. تحبي تقولي ايه لساره؟ هو كل سنه يعني بقول لها كلام كتير وكده، بس هي ساره عامل مهم جدا في حياتي جدا، من ناحية النفسية أكتر من أي نواحي تانية. المادية كنت لسه هقول مش عليها فلوس. لا أنا عايشة على قفا سارة أصلا. فهي من الجانب النفسي بتسبورت جدا ليا في أي حاجة، أي مشكلة. أنا من النوع اللي أنا بجلد نفسي جدا في أصغر الأمور، فهي بتحاول إن هي تهدي النقطة دي فيا، اللي هو أنت لا أنت مش كده، أنت مش بالبشع ده، أنت مش. فهي بتحاول قوي تهندل النقطه دي فيا، واي حاجه جديده بجربها ساره لازم تكون معايا فيها، بحس بامان. هي جزء الامان اللي في حياتي جدا، فربنا يخليك لينا والله. طب ساره انت عندكم اخ رامي. ايه علاقتك برامي؟ انا شايفكم مع بعض في الماتش وبتاع وشكلكم كده بسم الله ما شاء الله زملكاويه. لا ده صادقنا. ده صادقكم. ده صادقنا. انا افتكرت ان كان في صوره ثانيه. في صوره ثانيه اللي احنا قاعدين فيها احنا الثلاثه. انتوا الثلاثه. ما هو من ضمن الساندي ان هي كمان اصحابها صحابي انا صحابها. جميل. يعني هي ما عندهاش كتير صحاب في سنها، زي ما قلت لك ان هي ساندي متربيه مع في حياتي انا. فهي حتى صحابي القريبين قريبين منها جدا. طيب علاقتك برامي ازاي، يعني بالمقارنه بعلاقتك بساندي؟ رامي عشان ولد بقى وبيحب دايما الشارع والخروج والقهوه، فهو مش مندمج قوي معانا، بس هو دايما في ظهرنا. يعني احنا لما بنعوز حاجه رامي معانا في اي حته موجود. بس عشان فكره ان انا وساندي بنات وان احنا بنخرج وبنعمل حاجات مع بعض على طول، فهو مش مندمج قوي في الحته دي، بس لما بنحتاجه بنلاقيه موجود. طب ما بيشعرش بانه يعني انتوا اتنين عليه يعني؟ لا خالص خالص. ده هو اللي هو ايه، انت كويس ان انتوا لقيتوا بعض علشان ايه تسيبوني انا كعادة كل الولاد والرجاله يعني. جميل جدا. طيب يعني اروح للدكتور محمد. دكتور محمد، يمكن من خلال حتى النماذج اللي احنا شفناها، ايه اللي بيخلي العلاقات بعدين بقى يعني لما الناس تكبر وكده بتتحول الى علاقات مش كويسه، علاقات غير سويه، كره، عداء؟ ده مش لما بيكبروا بيبقوا رجاله يعني، ده لما يوصلوا حتى المراحل الدراسيه. احنا اهم حاجه المقارنات اللي بيعملها الاهل بين طفل وطفل اخر. فلو في طفل متفوق عن الاخر بيبدا الطفل الاقل تفوقا يقول يعني يدخل بقى معاهم في عند ويقول لهم خلوا التاني ينفعكم، ويقرر انه ياخد الجنب التاني خالص. وبعدين دايما الاطفال بيحبوا ان هم يبقوا مميزين، فالطفل الكبير مثلا مميز بان هو متفوق في الدراسه، فالطفل التاني مش عارف يجابه ويكافئه في ده، فيقرر انه يبقى متميز بشكل تاني، فيبقى قليل الادب، يبقى عنيف، يبقى سلوكياته مضطربه، يبقى بيعند. وده يخلي الاب والام يقارنوا ما بين الاثنين ويبداوا يعاقبوا واحد عن الثاني، فده يخلي في الاخر يبقى في غيره ما بين الاخين. مش بس كده، زي ما قلنا الجنس، فلو في واحد ولد ومعاه بنت فغالبا الاهل بيفضلوا الولد عن البنت، فده بيعمل برضو نفس الازمه. الطفل اللي في النص دايما عنده مشكله ان هو مش واخد مزاج كبير ومش واخد مزاج صغير، وهو بيحاول يثبت نفسه طول الوقت. فكل الحاجات دي بتاثر في العلاقات ما بين الاخوات وبتخلي العلاقات تسوء. عشان كده دور الاب والام مهم جدا. احنا ما اخترناش اخواتنا، بس احنا اخترنا علاقتنا بيهم تكون ازاي. يعني احنا لينا دور كمان، مش بس الاب والام، في اختيار علاقتنا باخواتنا، سواء العلاقه تبقى جيده او لا. انا ممكن اخلي علاقتي باخويا كويسه او اخليها سيئه بناء على اختياري اللي انا مختاره. جميل جدا. طيب هسال يعني هسالكم نفس السؤال، يعني كل واحده فيكم بتبقى يعني متميزه بايه عن الثانيه؟ يعني انت متميزه، شايفه نفسك متميزه ايه عن ساره؟ هي ساره البيزنس وومن بتاعتنا في البيت. هي اللي بتشتغل وهي هي وزيره الماليه. ايوه. انا ست البيت بقى. اي حاجه في البيت باختصاص انا. اوكي، يعني هي اللي بتجيب الفلوس وانت اللي بتديري بتصرفيها. اها، حاجه زي كده.
طيب يعني هي ساندي إيه يعني هي ساندي بأي حاجة في البيت هي مسؤولة عنها. أنا فاشلة جدا في كل حاجة في البيت. يعني فاشلة في الطبيخ مثلا؟ ما بطبخش ما يعني أي تنظيف أي حاجة ساندي اللي بتقوم بده كله. يعني هي بتطبخ وبتنظف أنت غلبانة قوي يا ساندي. بس لما بيبقى ليها مزاجها يعني يعني لا أنت مظلومة يا ساندي. أنت على فكرة لو أنا منك ما اسكتش على الموضوع. ما أنا بحاول أكيشهم على فكرة هي بلطجية يعني. أيوه هي بتاخد إتاوة كده اللي هو عايزة حاجة ادفعي فلوس. وبعدين إحنا عرفنا قبل الهوا إنه ساندي بكرة عيد ميلادها مش كده؟ كل سنة وأنت طيبة. كام دلوقتي 19؟ 15 كل سنة وانت طيبة. أكيد طبعا هتجيب لها هدية طبعا. جبتيها ولا لسه؟ بتاخد هدية وبتاخد كاش وتخرج وتتفسح. أيوة جبتيها ولا لسه؟ لا بس برضو لازم تجيب الهدية طبعا طبعا ده تبقى فضيحة لو ما جبتش هدية. احتفلوا بكرة إن شاء الله بإذن الله. كل سنة وانتوا طيبين. طيب يخليني برضو أرجع للدكتور محمد. إيه أهم الحواجز اللي لا تسمح بوجود صداقة بين الأخ وأخته أو الأخت وأختها؟ يعني إيه الحواجز النفسية؟ هل بس المسألة اللي حضرتك يعني أشرت إليها اللي هي مسألة تفضيل الوالدين لواحد عن الآخر ولا في حاجات تانية؟ طبعا لو هم كل واحد عنده هوايات مختلفة وعنده أصحاب مختلفين وعنده حياة مختلفة فده بيخلي المسافات بينهم بعيدة. فرق السن ساعات كتيرة فرق السن مبقاش إيجابي زي سارة وساندي، لكن ساعات كتيرة فرق السن بيبقى سلبي فبيخلي واحد طول الوقت واخد دور كبير والتاني بالنسبة له هو عيل تافه فهو ما بيهتمش بيه. وساعات العكس يبقى واخد دور الأب، يعني الأخ الكبير ده يبقى واخد دور الأب ويبقى هو مهتم أكتر وفرق السن يبقى مفيد ما يبقاش مضر. فالحواجز دي احنا اللي بنقرر ان احنا نبنيها او احنا اللي بنقرر ان احنا نهدمها بناء على الاختيار. ودور الاخ الاكبر دايما بيكون هو الاساس، يعني الاخ الاصغر غالبا هو يعني متعاون قوي في الموضوع ده، لكن الاخ الاكبر هو اللي بيقرر انه يقرب او لا. والاهل ليهم دور مهم جدا والقرايب ليهم دور مهم جدا والهوايات المشتركه ليها دور مهم جدا والاصحاب المشتركين ليهم دور مهم جدا. جميل. طيب احنا يمكن شفنا في التقرير يا سارة يعني بعض اللقطات من افلام مشهورة عن اخ واخته واخته واختها. ايه المشاهد خلينا نقول الدرامية او السينمائية اللي بتعبر عن علاقتكم؟ هو والله مش بركز في موضوع السينما والدراما قوي على قد ما بحس ان احنا كاركتر لوحدنا. يعني احنا حتى اصحابنا دايما ساره وساندي مرتبطين ببعض رغم ان هم فرق السن ما بينهم او ان دي كبيره ودي لسه صغيره شويه. فهم بيعتبرونا كاركتر مع يعني كومبو مع بعض كده. مفيش مشهد معين كده في حاجه توصل ان علاقتنا اعظم من ان في مشاهد تجسدها. حاجه واحده بقى طبعا. ما هو عشان الهديه ده الوجه الاخر لساندي الهديه بتاعت بكره. طيب خلوني اختم مع دكتور محمد. دكتور محمد طب تنصح بايه الاخوات اللي بيبقى يعني ما بينهم في حواجز نفسيه؟ وتنصح بايه للاباء والامهات اللي عندهم اطفال او اولاد وبنات بيعانوا في علاقتهم مع بعض ما فيش تواصل بينهم؟ طيب لازم نفهم ان الغلطه بدات من الاب والام ولازم طبعًا. هما اللي قرروا ان هما يصلحوا الغلطه دي. يعني الاب والام لازم يبقى ليهم دور اساسي، ولو الاب والام الوقت فات فالاخوات لازم يبقوا حاسين ببعض ومهتمين ان هما يصلحوا العلاقه، لانه زي ما قلنا الاخ ده صديق وسند وانا هحتاجه في وقت من الاوقات. فلازم ابقى بفكر بالطريقه دي انه انا هحتاجه وهحتاج اصلح علاقتي بيه. على فكره في اطفال كتيره توائم علاقتهم بتكون قريبه جدا، يعني التوائم نلاقي علاقاتهم ببعض اقوى بكتير من الاطفال اللي مش توائم. بس علاقه ساندي وساره كانهم توائم. هي علاقه قويه بس هي مش كانهم توائم، كانهم بنت ومامتها. لا اكتر بنت ومامتها كمان. بس احنا بنتعامل كاصحاب اكتر بكتير. بس ما هو البنت بتتعامل مع مامتها لانها صديقتها بس. في حد مسؤول عن حد طول الوقت. العلاقه ما فيهاش نديه قد ما فيها مسؤوليه. واحده شايله المسؤوليه والثانيه يعني بتساعدها. بتساعدها لكن مش علاقة ندية زي اللي موجودة في علاقات التوائم. التوائم بتبقى علاقاتهم فيها علاقة ندية وبيحصل بينهم ساعات في وقت من الأوقات حاجة اسمها التليباسي اللي هو التخاطر، إنه أنا بفكر في حاجة فاللي قدامي بيفكر فيها أو أختي عشان توأم بتفكر في نفس اللي أنا بفكر فيه. بنفهم بعض بالنظرات.
ساعات كتير الاطفال دول وهم بيبداوا يتعلموا الكلام بيعملوا حاجه اسمها كريبتوفازيا، ان هم بيختلقوا لغه خاصه ما بينهم. فواحد يبقى بيتكلم باللغه دي طول الوقت والتاني بدا يتكلم الكلام واضح، فتلاقي ان في طفل اتاخر في الكلام عن التاني عشان الطفل الاولاني بدا يعبر عن اللي التاني عايزه فبيشرح طول الوقت، والتاني بيستخدم اللغه اللي هم عملوها مع بعض طول الوقت دي. وممكن تبقى موجوده حتى على مستوى الكبار، يعني مش بس على مستوى الاطفال. جميل جدا، شكرا جزيلا دكتور محمد حموده استشاري ومدرس طب النفسي في طب الازهر. شكرا جزيلا ساره سعيد الصحفيه. انا كنت عايزه اقول حاجه بس في اخر الفقره بعد كلام الدكتور. انا عايزه بس اشكر بابا على التربيه اللي ربها لنا، هو دايما خالق الحب في وسطينا، ما كانش بيميز بين اي حد، دايما في حب في وسطينا، ما فيش حاجه اسمها الاكبر الازهر، كلنا مع بعض نخاف على بعض نحب بعض. وماما كمان يعني حبيبه قلبي، فانا عايزه اقول بس شكرا لبابا. طب انا عايزه اقول شكرا لرامي، لان رامي هو المظلوم في القعده دي. انا بس عندي برضو تعقيب صغير على كلام الدكتور او اضافه ليه، يعني ان حتى الجيل الجديد مننا او اللي هم الجيل الجديد من الامهات والابهات ابتدوا ان هم يهتموا بموضوع التربيه وبيقروا كويس علشان يطلعوا اجيال سويه. ممكن الموضوع ده ما كانش متوفر زمان طبعا لعوامل كتير، فانا شايفه ان فعلا الجيل الجديد قادر ان هو يعمل ده، قادر ان هو يفهم السيكولوجيه بتاعه الطفل اللي هو بيولده وعايز يطلعه شخص سوي، مش مجرد ان هو يربيه وخلاص. بيقروا كويس، بياخدوا كورسات وبيعملوا حاجات كتير علشان فعلا يبقوا صحاب، مش مجرد ان هم اولاد عندهم. يعني جميل جدا، بشكرك وكل سنه وانت طيبه. النهارده عيد الاخت الكبرى، كل سنه وانت طيبه عشان بكره عيد ميلادك. ودايما كده يعني في سعاده ودايما مع بعض. شكرا جزيلا لحضراتكم، بكده تنتهي حلقه النهارده من راي عام. نشوفكم بكره باذن الله. تصبحوا على خير.